هلا بدنا نقسم العدد من الزونز، عمليا رح نعمل 2 ديزاينز او 3 ديزاينز لحال. هلا اذا اخذنا ال 47 رسمنا هون ال 47 عندي هون جراوند وهذا عندي هون ان تساوي 47. هلا لاحظوا لو قسمت ال 47 بشكل متساوي تقريبا رح يكون عندي مثلا 24 23 مظبوط 24 23 47 مظبوط. ايش الخطا منهم يكونوا متساويين؟ ايش المشكله هون راح تكون؟ لاحظوا انه هدول المصاعد بدهم يطلعوا يمشوا المسافه هاي كلها وبعدين يخدم المنطقه هاي وبس يخلص يرد يرجع. المصاعد اللي بيخدموا هذا الزون مباشر راح يبدوا يخدموا هذا الزون ويرد يرجع مره ثانيه. اذا ايش الافضل اني اعمل منهم يكونوا متساويين؟ زيد اللي تحت. فباجي مثلا فرضا بزيد لتحت فممكن احط هذا يكون 30 وهذا 17 او مثلا اعمل هذا 28 وهذا 19 الى اخره. والشيء الثاني كمان السرعه للمصاعد العليا بدها تكون واضح انها اعلى لانه الديستنس بتوين تيرمينال فلورز هون راح تكون 4.5 في عدد الطوابق وهي راح تكون كل المسافه. مظبوط للي فوق الديستنس بتوين تيرمينال فلورز راح تكون كل المسافه. هلا رح نعمله طبعا في هون ترايل اند ايرور كثير رح يصير بس احنا رح نبدا ب 3 زونز زد 1 زد 2 وزد 3 ورح نصمم هدول ال 3 زونز. رح نقسم العماره بالشكل التالي. انا معطيكم هون نهايه الحل يعني بعد التجريب نهايه الحل. رح نقسم هذه ل 20 رح ناخذ اوطى زون 20 20 و14 و13 فرح ناخذ زون 1 20 20 في 80 1600 فالبوبيليشن هون رح تكون 1600 يعني هذا الزون الاول. ورح ناخذ الزون الثاني رح يكون 14 فوق ال 20 فراح يروح ل 34 وقديش بضل الأخير؟ عندي هون 14 فبصير هذا 34 آخر طابق من هون هدول 14 14 في 20 14 في 80 1 في 80 800 1120 مظبوط يو وبعدين عندي هلا هون اخر واحد رح يكون عندي هذا هون طبعا 47 فرح يصفي هون 13 فيو رح تساوي 1040 وهذا عندي هون 1200 ولما نعمل حسابات رح نلاقي هون عندي L بتساوي 8 L بتساوي 6 و L بتساوي 6 نجمع 8 و 6 14 و 6 قديش كان عندي بالمثال الأول لو صممتم زون واحد 16 إذن كزون واحد as 1 زون L بتساوي 16 as 3 zones L بتساوي 20 بس احنا مجبورين نعمل هيك، ما بنقدر هذا التصميم غير مقبول. فصار عندي هدول 16 هدول 16 اليفيتر وهدول 20 اليفيتر. وراح ناخذ السرعات مثلا راح ناخذ هذا على 10 متر بالثانية، عفوا هذا على 10 متر بالثانية بست مصاعد. وهذا راح ناخذه على 8 متر بالثانية وهذا راح ناخذه على 6 متر بالثانية. فصار الان بامكاني اعمل هذا التصميم اعمل تشيك عليه اعمل تشيك على هذا التصميم واعمل تشيك على هذا التصميم. اذا خليني اكتبهم على جنب راح يكون عندي زون واحد فلورز واحد ل 20 ال يساوي 8 وفي تطلع معنا 6 متر بالثانية. الزون الثاني
21 الى 34. طبعا 21 ل 34 بس الانترنس وين؟ على جي. وال بتساوي 6 وفي بتساوي 8 متر بير سكند. وزد 3 35 الى 47. ال بتساوي كمان 6 وفي بتساوي 10 متر بير سكند. لكل حاله من الحالات هاي رح نحسب الراوند تريب تايم، رح احسب الافرج ترافلينج.